تدرب كل حمامات وتصين ولا بحياتك كسرتوا النصب التذكاري؟ الله لا يعطيكم عاطي. قول الحمد لله على السلامة بالأول. لك الله لا يسلم فيكم ولا عظمك. منيح هسه ما بخيناها. يا حبيبي وسكرانين؟ يا الله يسود وشكم أكثر ما هو أسود. يخرب بيتكم، يخرب بيتكم على العملة، لك والله هي جريمة بحق البلد، بتستاهلوا إعدام عليها. إي والله. هلا لا تفلسفوا علينا طالع نازل أنت وياه. شو صار يعني؟ الله وكيلكم يا جماعة غصب عنا يعني. كأنه في مغناطيس جرنا لهالتمثال. شو صار يعني؟ شو خربت الدنيا؟ بتلعم تكون يا جماعة، لا تخلوهم يهربوا. شو بك؟ اترك هيك أنت ويا أحسن ما تندموا. ها لك أحمد ما عندك تبخ. لك عارف مع مين عم تحكي ولا؟ مع مين بحكي يعني؟ لك أنا شامخ ابن أبو شامخ. لك إن شاء الله تكون ابن أبو نافخ. نسلمكم الشرطة، نسلمكم الشرطة. حركوا. ألو حمود؟ اسمعني منيح يا مقدم صلاح ولا تحط لي العصب العجلات. ابني شامخ بده يطلع من السجن، يعني بده يطلع من السجن، مفهوم؟ صدقني يا أبو شامخ ما بقدر، ما بقدر منوب مع الأسف. وليش حتى ما بتقدر؟ الشغلة بإيدك. بك يا حبيبي الشغلة مو سهلة، ابنك ورفقاته محطمين النصب التذكاري للمدينة بسيارته. وإذا محطمينه دخيلك يعني شو هالشغلة الفظيعة اللي عملوها؟ يا أبو شامخ هالنصب هاد غالي على أهل المدينة كتير، ومو بهالسهولة بنقدر نتجاوز الموضوع. طيب يا سيدي أنا مستعد أدفع من مالي الخاص حق تمثال جديد، بس طلعوا لي الولد من هالحبس وخلصوني من هالقصة بقى. آسف يا أبو شامخ ما بقدر طالعه، الأهالي محاصرين المخفر ومستكبرين الموضوع كتير، وإذا طالعنا هالشاب بدها تصير مصيبة كبيرة. لك ايه وشو بدهم يعني؟ الاهالي عم يطالبوا بمحاكمة ابنك ورفقاته. بدهم يحاكموا ابني؟ لك فهمني على شو بدهم يحاكموه بس؟ على الجريمة اللي ارتكبها هو ورفقاته. لك حسبي الله ونعم الوكيل، لسه بيقول لي جريمة؟ لك شو بعك؟ جنيت انت يا مقدم صلاح؟ اخي من الاخير بدك تطلع الولد ولا ما بدك تطلعه؟ يا ابو شامخ انا بصراحة ما بيطلع بيدي طالعه. الاهالي مجتمعين حوالين المخفر عم يحتجوا على الموضوع، الشغلة فيها مسؤولية كبيرة. طيب. وشو طريقة هلأ؟ أنا من عندي ما بقدر، شوف الأستاذ ضحاك رئيس المجالس. بسيطة، أنا رح شوفه واتفهم معه. وأنا من جهتي يا أبو شامخ رح عامل ابنك ورفقاته أحسن معاملة، ورح أدللهم وجبلهم أحسن أكل. أنت رايح لحالك وما بدنا هالمنية منك، الله غنينا عن أكل المخافر، هلأ بيبعت لهم كل شي بالدنيا. شامخ معلش روّي شوي شباب. لكن ما بدي روق ولا شيء يا رجل، قسما بالله ماني نفس حط شيء بتمي ابدا. معقول لك كان الوحوش وفلتاني؟ معقول هالشيء؟ معلش يا ابو شامخ الجماعه هلا دمهم حامي ولازم نطول بالنا عليهم وناخذهم بالمسايره. فزع على قلبك ما ابرد يا اخي، ولا انت بنضل نستنى لايمتى؟ لك ام شامخ رح يدوب قلب على هالصبي، كل شوي بترفع لي التليفون تطمن عليه وهي عم تبكي وعم بتقول لي طول بالك. لا ولانك من هيك لو تعرف شو قالت لي باخر تليفون. لا والله شو قالت لك؟ قالت لي شو اسمك مسؤول انت؟ معقول يضل ابنك بالحبس وانت صحبه من الروح للروح مع وزير الداخليه وكبار المسؤولين بهالبلد؟ صدقني وزير الداخليه ما عم يرد على حدا وما عم يقبل الضغط من اي انسان. لك راما لك شو صار بهالبلد؟ لك معقول وزير ما نقدر نمون عليه؟ لك شو يعني بطل مفعولنا؟ انتهت صلاحيتنا يعني؟ وحياتك ما انتهت ولا شيء. انت ما بدك ابنك يطلع من الحبس مثل الشعره من العجين؟ لك طبعا بدي، لكان ما بدي، بس شو بدنا نطالعه وهالرعاة محاصرين المخفر؟ لك من امتى كانت البلد تسمح بالمظاهرات؟ من امتى؟ لك على العلم اذا تجمعوا اثنين مع بعضهم بيفرقوهم، لك حتى حفلة العرس بدها موافقة، بقى شلون؟ لك شلون هدول فلتانين قدام باب المخفر؟ لك والله ما عم صدق لك يا ضحاك. وحياتك يا ابو شامخ رح خليهم ينسوا المخفر وابنك وينسوا حالهم كمان. بس انت اصبر علي شوي. ماشي يا ضحاك. ماشي. ألو مرحبا أبو رستم، شلونك؟ عرفتني؟ ولو وهلي يخفى القمر. أهلين وسهلين بالأستاذ ضحاك، امبارح كانت عندي المدام وبعثت لك سلام معه. يا سيدي وصل سلامك وشكرا على الهدية كمان.
ليش عذبت حالك يا ابو رستوم؟ ولو يا استاذ ضحاك، نحن ما عملنا غير الواجب. اسمع ابو رستوم، بدي منك خدمه صغيره، وبتمنى انك تتجاوب معي وتفهمني كمان. ايه على عيني وراسي، انت بتأمر امر استاذ ضحاك. هو الحقيقه ما بيمشي الحال على التليفون، تعال عندي على الفيلا. ايه انا بانتظارك. نفس الفيلا؟ ايه بالمناسبه عندي ضيف عزيز بتعرفه من ايام النضال القديم. ايه قبل حضرتك ما تعتزل الحياه السياسيه. ومين هو يا ترى؟ شوقتني اكثر لحتى اعرف. يا سيدي عندي الرفيق ابو شامخ يلي كان رئيس حلقتنا قبل 30 سنه، تذكرته؟ ولو طبعا تذكرته. بالمناسبه سمعت لك انه ابنه شامخ محبوس عندنا هون بالسكريه. ايه والله يا ابو رسم صحيح، بس الولد محبوس ظلما وعدوانا هو ورفقاته، وانا بصراحه مشان هيك فاتح لك تليفون. خلص معناتها الساعه 5 بكون عندكم باذن الله. مع السلامه رستوم. يا رستوم. نعم بابا. شو عم تساوي جوا؟ عم ساوي شاي لانه بحب الشاي. اترك لي الشاي بايدك وطلع كنس الرصيف برا. امان. طيب ايش بدك تكنسو؟ بشو بدك تكنسو يعني؟ براسي بالمشي واخذها من جوا. امان يعني عيني وراسي. تعال لنا مو تكنس لي كل الرصيف بس قدام المحل تبعنا، ما لنا علاقه بالعالم. تحرم. طيب لأمتى بدهم يضلوا الأهالي مرابطين على باب المخفر؟ ما رح ينصرفوا من قدام المخفر إلا ليحول رئيس المخفر المتهمين على المحكمة. وليش ما حولوهم لحد هلأ؟ أنا لسه ما خلص تحقيق. والله يا حمود قلبي مو مطمن بنوب لهالقصة. معك حق يا سوسن، لأنه أبو شامخ عم يفتل من قرنة لقرنة، وشو عم يحضر شو عم يطبخ ما حدا بيعرف، الله وحده اللي بيعلم. لك يا عيني عليك يا أستاذ ضحاك، هي اسمها خطة محكمة. قسماً بالله الجن الأزرق ما بتخطر بباله. بيني وبينك أنا آخذ دروس عند الجن الأزرق. بس اللي شايف إنه الجن الأزرق آخذ دروسه عندك. قصر الكلام سيدنا، إمتى رح نبلش بتنفيذ الخطة؟ أنا جاهز من بكرة لعيونكم. خلص. يعين عليك. بالإذن. ماشي حال، الله معك، مع السلامة. ولك فهمني وين حطيت الكيس؟ وينه؟ كبيته بزبالة. وين؟ بزبالة. ولك الله لا يعطي الشيطان عافية، ولك الله لا يعطيك عافية يا حق. أنا ما قلت لك خده على دكانة أبو ربيع وسلمه إياه؟ لا، أنت قلت لي كبه بزبالة. ولك أنا قلت لك كب الكيس اللي فيه برادة الحديد بزبالة. يا خرابك يا بيتي، يا خرابك يا بيتي، يا خرابك يا بيتي. ما دخلني أنا بابا، أنت قلت لي كبه بزبالة. ولك معقول أنا قلت لك هيك؟ ولك يا حيوان. خير ابو رستم شو في؟ لك هذا ابني نجدب بده يخرب بيتي، بده يجيب لي جلطه بالاوانه. خير ليش شو سوا؟ بحط معه كيس جلد فيه 15 الماسه، حق الوحده منهم اكثر من 3000 دولار مشان ياخذهم لعند صاحبي الصايغ ابو عامر. قام المغضوب كبه بزباله. ايه انت قلت لي كبه بزباله. ولك انا قلت لك كبه بزباله، كبوه بنار جهنم يا حق. بدك تجيب لي جلطه، بدك تخرب بيتي انت، الله لا يوفقك. طول بالك ابو رستم، طول بالك شوي، ما بيجوز هيك. ولك شلون بدي طول بالي يا ناس؟ ابني رح يخرب بيتي، فهموني شلون؟ لك شلون؟ عمو وين كبيتهم انت؟ كبيته بزبالة. ما اختلفنا بزبالة، بس وين؟ بالحاوية الكبيرة اللي على راس الشارع، هنيك بكبوا الزبالة. طيب ليش واقف انت يا برستوم؟ روحنا نشوف الحاوية بركي بنلاقي الالماسة. من امتى صارت الحادثة؟ هلا قبل 3 ساعات. يلا امشوا لو كان عجلوا بركي بنلاقيهم. يلا يا شباب حاولوا ندور على الالماسة. يلا يا جماعة. يلا واحد واحد على شغله، ما في رابع القصة. يلا. وين قلت لي كبيت كيس الالماسات؟ كبيته هون بالحاوية هي مثل ما قلت لي. ولك انا ما قلت لك جي ان شاء الله بتنقال اهوالك وبتنحط تحت طابك يا حق. طيب هي الحاوية فاضية ما فيها شيء. لا تعذبوا حالكم، على شو عم تدوروا؟ اجت سيارة زبالة من ساعتين واخذت زبالة هيك. يا خراب بيتك يا ابو رستم، يا خراب بيتك يا ابو رستم، راحوا الالماسات، طاروا الالماسات. طول بالك يا اخي، طول بالك، حكى مع عقل الرحمن، ما بصير هيك مشان صحتك. يا شباب على علمكم، وين بكون اخذ زبالة هلا؟ على مكب زبالة لوين يعني؟ اصبح انا رايح دور على الماسات هنيك، ما قلت لي قديش بدك تعطيني زيت لك ياهو؟ قسما بالله اذا بتلاقيه نعطيك على كل الماسة 1000 دولار، وهي رح احط اعلان بالجريدة كمان. مشي لعيونك. اذا كان 1000 دولار انا كمان بروح بدور معهم وبقلب الزبالة. عندك مانع بابا؟ نعمة خلتي ولا؟ لك نعمة خلتي هو؟ بدك تعطيني 1000 دولار؟ لك نعمة خلتي. المزبلة. اسمعي سوسان، يعلن الصائغ مشهور أبو عنبر عن مكافأة قدرها 1000 دولار لكل ألماسة يعثر عليها في مكب النفايات. لكن شو رأيك نروح ندور أنا وياك مع هالناس؟ بركي بيطلع لنا حق بيت إذا لقينا كم ألماسة. والله ما بعرف يا سوسان، بس قلبي ناقزني
حاسس انه في شيء ورا هالقصة. شو هالشي بقى؟ ما بعرف. لك انتو الصحفيين دائما هيك بتشكوا بالاخبار شو ما كان نوعها. هيك اولى اتفضلي لك. تفضل. مظبوط. هي الماستي مسيك هي 100 تنتين 3 4 5 6 7 8 9 10 وهي 1000 دولار حلال زلال عليك يا ابن الاصول. يلا لنشوف مين هو ابن الحلال الثاني اللي راح يكون 1000 دولار الجاي من نصيبه. لعيونك معلم مشهور. يلا يا شباب على مكب زباله خلينا نجيب بيت الماسات. حاولي نشوف. يلا شو؟ يا شباب مثل ما قلت لكم ما بنتحرك من هون لازم تسمعوا صوتنا. لك يا شباب يا شباب شو؟ هلا قدامي اخذ 1000 دولار قدامي. شو عم تقول؟ الله وكيلك ما عم بكذب عليك بعيني هي شفته يعني ما حدا قال لي واهل البلد كلهم عم يستنوني عم يدوروا. يا ما شو عم تسوي يا كان هون مثل جدبان؟ طلعوا شباب امشوا بركي بيطلع لنا من الطريق ابن الطريق. يلا شباب يعني فينا هلأ نجي ناخد الشباب؟ ما في حدا على باب المخفر؟ كتير منيح كتير منيح. يعطيك العافية مقدم صلاح. طمني شو قال لك شو صار؟ عم يقول المقدم صلاح انه فينا نروح نستلم شامخ ورفقاته. حلو. طب ولهال المجانين شو صار فيهم؟ شو وين راحوا ابو شامخ؟ الجماعة صاروا عند مكب زبالة عم بيبحشوا مثل الجاج وما عم يلاقوا بشي. معناها لازم امشي. اطول بالك علينا شوي خلينا نشرب القهوه بالاول. لازم نقول لك مبروك كمان. لك الله يبارك فيك. شكرا كثير ما راح انسى هالجميل بحياتي. شو عم تعمل هول نزير؟ ما تروح تدور على الالماسات؟ حاجتك سيدي لقينا وحده وكفاها الله. شرف شرف خود هي الألف دولار اللي اعطيتني اياهم. لا خليهم معك معلش. ايه شكرا. معناها الدولارات مزوره ما معه مثل الالماسات اللي راح يدور عليه هون. ما قلت لك جني سيدي هي مثل بيتنا وأعز. طيب يلا باي باي. الحمد لله على السلامة بابا. الله يسلمك بابا. تفضلوا عمو. لوين بدنا نروح؟ بدي اخذك مشوار. لوين؟ على التمثال. شو بدنا نروح نعمل هني؟ بعدين تعرف بابا. تفضلوا عمو تفضلوا. شباب شباب خد بابا خد. ليش هو هذا بابا؟ هيك بابا للذكرى يعني تعرف يعني طعمه البلح حمص ما حلوة. كتر خيرك بابا. شو بدي أعمل فيه؟ تيك باي. أهل البلد لازم يعرفوا اللي صار يا سوسن. إذا عرفوا أكيد ما رح يسكتوا. أكيد ما رح يسكتوا. ما لازم يسكتوا لأن هذا التمثال هو رمز لبلدهم. ها ليك رجوا. معقول يا جماعة؟ معقول ما حدا سأل؟